مبادرة تعد الأولى من نوعها في البلاد وهي مدرسة المستشفى. في مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال بمنطقة صباحة الطبية التخصصية تستهدف الأطفال المصابين بمرض السرطان والأمراض المستعصية لتمكينهم من مواصلة رحلتهم التعليمية وهم على أسرة العلاج. إذن هذه المبادرة أطلقتها جمعية أبي أتعلم التي تقع تحت مظلة جمعية صندوق إعانة المرضى ولاقت الدعم الكبير من وزارتي الصحة والتربية، حيث تم تطبيق منصة التعليم عن بعد وتم تفعيلها بشكل أوسع خلال هذه الظروف الاستثنائية. على أسرة الشفاء في المستشفى تغفو أعينهم على أصوات الأجهزة الطبية وتستيقظ على بياض الأغطية. مرض اختطف براءتهم لكنهم أشد تمسكاً بالحياة، حرموا من أبسط حقوقهم وهو حق التعليم لمواصلة علاجهم، ولكن عندما يمتزج الألم بالأمل لا شيء مستحيل. جمعية أبي أتعلم فكرة لمعت أولاً في مخيلة طبيبات في مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال بمنطقة صباحة الطبية التخصصية. عندنا الأطفال اللي يكونون في رحلة العلاج الطويلة يحسون دائما باكتئاب، انهم حرموا من الحياة الطبيعية منها اللعب والتعليم، فحسينا لو احنا ردينا التعليم الى هذه المعادلة يمكن يساعدنا بنسبة الشفاء والالتصاق بالعلاج. منصة التعليم عن بعد لم تكن تجربة جديدة على الطلبة، بل تم استخدامها قبل ظهور الجائحة بسنوات وتم تفعيلها بشكل أوسع خلال هذه الفترة. فقلنا إن احنا نوفر لهم جو دراسي داخل المستشفى أو حتى لو كان يعني برا المستشفى بس عن طريق الأونلاين تيتشنج، وبعد عندنا يعني حتى الناس اللي برا اللي قاعدين يتلقون علاجهم في أماكن خارج البلد هم إن احنا ندخلهم بالنظام. كوادر تعليمية مؤهلة تمتلك مهارات وفنون مختلفة في التعامل مع هذه الفئة. التعليم يشمل مختلف المراحل. 25 مريض بالسرطان من الأطفال التحقوا بأقرانهم لاستكمال دراستهم عبر هذه المنصة. حدثنا عن انطباعك وتجربتك مع منصة التعليم عن بعد وخاصة مع الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم الدكتور علي الأنصاري من جمعية أبي أتعلم. طبعا احنا التجربة هذه تجربة جميلة جدا وكنا ننادي فيها من قبل حتى الفيروس اللي هو الجائحة مالت كورونا، لأن احنا عندنا بعض الطلبة يعانون من أمراض السرطان أو بعض الأمراض الخطرة جدا اللي احنا ما نقدر أن نقابلهم بشكل تقليدي في كل مرة، لأن بعض الأحيان يكونون ماخذين علاجات معينة، فإحنا يستجوب علينا أن إحنا نبدي من خلال اللي هي المنصات التعليمية من خلال زوم أو من خلال تيمز. فبعد جائحة كورونا بالعكس إحنا كنا مستعدين كجمعية لله الحمد وعندنا كادر مهيئ. انقطاع الطفل عن التعليم يؤثر سلبا على رحلة علاجه بسبب التداعيات النفسية، فجاءت جمعية أبي أتعلم لتمد يد الأمل لهم لمجابهة الألم بالإصرار والعزيمة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. كما شفنا معاكم في التقرير، يعني التعليم حق للجميع، المرضى كما للأصحاء. طبعا سواء استطاع المريض الالتحاق بصفوف الدراسة أم لا فهذا حق عليه، يعني أن المدرسة ستلحقه إلى مكانه. هذه المبادرة تدعو للفخر والاعتزاز، فعلا الهدف منها تمكين الطلبة المرضى من مواصلة تحصيلهم للتعليم وتعزيز الجانب النفسي لنجاح العلاج. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو ضيفتنا استشاري طب الأطفال وأحد مؤسسي جمعية أبي أتعلم، دكتورة مها بروسلي. دكتورة مها، أهلا وسهلا فيك في برنامج العالم هذا الصباح. نحييكم ونحييكم على هذه الخطوة اللي نقدر نقول هي جديدة، لكن فعلا لقت يمكن نقدر نقول نجاح وتقبل سواء من وزارة الصحة ووزارة التربية وأيضا من الأطفال في على أسرة المستشفيات.
يا هلا وصباح الخير، وشاكرين جدا هذا الاستضافة، وان احنا نحط شوية بعض الضوء على هذا العمل الإنساني. نعم، يعني اذا ممكن نتكلم في بداية الموضوع قبل المبادرة، شلون بنت هذه الفكرة وكيف بدأتم الخطوات لتحقيق هذه الجمعية؟ طبعا هذه الفكرة تراود أي طبيب أطفال، لما الواحد يكون يشتغل في مستشفى ويشوف طفل على سرير المرض محروم من التعليم، يعني وشيء بسيط يعني من حقه، فظلت هذه الفكرة موجودة أعتقد مع كل زمايلي. في السابق كان عندنا مدرسات يعني هم من نفسهم يتبادرون يزورون الأطفال ويحاولون يعوضونهم عن اللي فات، بس هذا مو كافي لأن في يعني مواد كثيرة قاعد تفوت الطلبة. فمن واقع عملنا، خصوصا أنا يعني اشتغلت تقريبا صار لي أكثر من 17 سنة في مجال سرطان الدم الأطفال والأمراض الدم الأخرى، وايد أشوف أن كون الطفل محروم من التعليم يأثر على علاجه والنفسية، على نفسيته، أنه هو ما راح يتقبل العلاج لأنه يحس أن العالم ما له انتهى. عالم الطفل أساسا اللعب وبعدها التعليم. صح. طبعا في جمعيات وايد يعني الله يجزيهم الخير انهم غطوا جانب اللعب حياه الطفل داخل المستشفى، بس يظل التعليم ان الناس تروح حياتها اليوميه التعليم. صح. مو الدراسه، التعليم. فحسينا هذا لو احنا ردينا هذا التعليم راح اشوف ايش يعني مثل جانب ايجابي لتلقي العلاج، فبادرنا بهالفكره. نعم، طبعا التعليم عن بعد كان احد اعمده جمعيه ابي اتعلم، يعني اذا ممكن نتكلم ضروره التعليم اليوم في جائحه كوفيد 19 اللي الطالب العادي يواجه نوع من الصعوبه في التاقلم مع هذه الفكره، لنتكلم عن الطلاب على الاسره. طبعا لما احنا بدينا الفكره من اول يوم لما احنا اجتمعنا كاطباء وتربويين واهالي مرضى وناس مهتمه بحياه الطفل، اول شيء طرحناه فكره التعلم عن بعد. ليش؟ لانه مثلا على سبيل المثال مرضى السرطان هم يعني يمرون بمراحل في العلاج، رحله العلاج انها تكون المناعه وايد نازله، فالتواصل معهم صعب والوصول لهم صعب، فطرحنا من البدايه فكره التعلم عن بعد. ومع هذه الفكره رحنا اخذنا استشارات من شركات مختصه بالتعليم عن بعد، وبعدين اخذنا تعاوننا مع جامعه الكويت ومع مركز الابحاث العلميه وطورنا منصات تعلم حطينا فيها المواد اللي تدرس في وزاره التربيه، وكنا مستعدين على التعلم بعد وبدينا بالتعلم من بعد تقريبا اشهر قبل لا تبتدي الجائحه. وحسينا احنا يوم ما بدت الجائحه ان الناس طبعا المدارس كلها عطلت، احنا مدارسنا على النت ظلت مستمرة، وكان في برنامج الله يجزيهم الخير التربويين سموه مبادرة دانا وبدر، أكملنا تعليم كل الأطفال اللي معانا مسجلين من شهر مارس إلى شهر تقريبا مايو أول شهر 6. نعم. عن طريق النت. طبعا قاعدين نشوف هذه الصور مع المشاهدين لهذه الصفوف إذا نقدر نحن نقول للطلبة على الأسرة، طبعا أتمنى لهم جميعا الشفاء، يعني مراحل تعليمية هذه الأطفال قاعدين يعني نقدر نقول أنهم تفوتهم مثل هذه الفرص، تحقيق هذه الفكرة وتحقيق هذه الخطوة إنجاز فعلا عظيم. إذا نقدر نتكلم عن المراحل اللي تغطيها مدرسة المستشفى الكائنة في مستشفى البنك الوطني تخصص الأطفال في منطقة صباح الطبية، ما طبعا هي؟ طبعا بس حبيت أعلق على هالفلاش، لو لاحظتوا صفوف سقنا مسكر حاليا. أيه. احنا أول مرة نفتحها من شهر 12، حتى الكراسي يمكن تشوفونها مقلبة لأن احنا يعني ما حابين أن الناس تجي الصف، نتعامل معهم عن طريق النت. نعم. احنا لما بدينا بالمراحل الابتدائي، وحاليا عندنا طلبه حتى بالمراحل الثانويه، فاحنا ندرس جميع المراحل التعليميه الحمد لله. الحمد لله، ممتاز. هل في خطوات مستقبليه؟ هل في افكار لتطوير هذه الفكره خصوصا الحين يمكن في جائحه كورونا؟ شلون ممكن احنا نتعامل مع مثل هذا الظرف وبهذه الحالات الخاصه من الطلاب؟ طبعا احنا الحين قاعدين نتبع وزاره التربيه ونستخدم بعض منصه تيمز اللي عندهم، بس احنا كانت فكرتنا الاساسيه كنا نتمنى، وسبحان الله الله حققها، يعني كنا نتمنى ان الطفل يعني قبل الجائحه انه ما يضطر يروح المدرسه يمتحن.
فهذه الحين سبحان الله الله اعطانا اياها مع فتره مع جائحه الكورونا. فنتمنى بالمستقبل ان احنا نطور تعاوننا مع وزاره التربيه ان الطفل انه يمتحن هو على سرير المرض. هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا الحين عندنا بادرنا ان ندرس الاطفال في مستشفى السرطان وامراض الدم وكذلك في مستشفى الرازي. فاحنا نتمنى نفتح قنوات تواصل مع كل المرضى في كل المستشفيات بالكويت اللي يقعدون اكثر من فتره من اسبوعين عشان ما يفوتهم يوم من التعليم. أكيد. يعطيكم ألف عافية دكتورة مها. يا ريت تظلين معنا شوي. راح ننتقل من ضيفتنا في الاستوديو عبر سكايب، راح يكون معنا الدكتور علي الأنصاري للحديث أكثر حول هذه التجربة، تجربة مدرسة المستشفى وفكرة أبيئة علم. طبعا هو مسؤول عن جودة التعليم في جمعية أبيئة علم. نتكلم أكثر معك دكتور علي إذا تسمعني. أرحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح. يعني التجربة فعلا خطوة رائعة، بس كيف ممكن أن نصف تجربتكم في هذه المبادرة عبر تعزيز حق الطفل في التعليم، خصوصا نحن نتكلم عن حالة خاصة من الأطفال؟ صبحكم الله بالخير. طبعا ارحب باستديو العالم هذا الصباح. بالنسبه حق التجربه صراحه كانت من افضل التجارب اللي خدناها من جمعيه ابي اتعلم. ولله الحمد احنا كنا فتره طويله عدينا يعني منصات تعليميه رصينه للطالب، الطالب اللي يعاني من مرض السرطان او كسور مزمنه اللي هي اللي تعالج في مستشفى الرازي. نعم. مثل ما قلت لكم يعني بدينا من خلال منصات، قدمنا الادمودو في البدايه مع جامعه الكويت، صار في تعاون بيننا وبين جامعه الكويت وايضا بين مركز البحوث. بعدها انتقلنا الى زوم ايضا استخدمناه، وحاليا استخدمنا تيمز طبعا على مسار وزاره التربيه في دوله الكويت. نعم. نتواصل مع اولياء الامور من خلال ايميلاتهم ونحاول نضيفهم عندنا في الكلاسات. في السابق كنا نعطي منهج كامل للطالب، يعني نبدي معه من الصفر الى ما يتخرج اللي هو من المرحله الابتدائيه الى الثانويه. حاليا في جائحه كورونا، لان وزاره التربيه قامت تعطيهم اونلاين، قمنا نعطيهم الاحتياجات، يعني نركز على احتياجاتهم. نشوف شنو الطالب محتاج من تدريس ونقدمه له. نعم. فاحنا قاعدين نعم. تقريبا عندنا ما شاء الله يعني معلمين ذوي خبره ماسكين معانا الكلاسات، فلذلك احنا نحاول نركز على الطالب ونشوف هو شنو الاشياء اللي هو محتاجها او ناقصته واحنا نكملها له. يعطيكم في السابق ما كان في تعليم عن بعد في وزاره التربيه، فلذلك عدد كبير من الطلبه ما يقدرون يروحوا مدارسهم. فما في تواصل بينه وبين المدرسه، فاحنا كنا حلقه الوصل ما بين وزاره التربيه وبين هذا الطالب اللي قاعد في الجناح في البنك الوطني او في مستشفى الرازي. كنا نروح لهناك ندرسه تدريس فردي او مجموعات صغيره، نقعد نعطيه بعض الانشطه التربويه، نركز على الحاله النفسيه وايضا نركز على الجانب التربوي. وعدد يعني كبير من طلبتنا متفوقين في مدارس دولة الكويت. يعطيكم العافية. يعني دكتور، قبل قليل كنت أتكلم مع الدكتورة مها عن الجانب النفسي وكيف يساعد هذه الفكرة بتحريك الطفل من الناحية النفسية وتشجيعه أيضا لتلقي العلاج. وجهة نظركم إذا كيف يؤثر حرمان الطفل من التعليم على الجانب النفسي وبالتالي على تلقيه للعلاج ونجاحه، والعكس صحيح، كيف يساعد التعليم الجانب النفسي للطفل؟ طبعا توجد دراسات عديدة عن الجانب النفسي وأهميته في العلاج. هذا طبعا أمر يعني معروف عندنا بالنسبة للدراسات والبحوث، وإحنا قاعد نطبقها في أرض الواقع. شفنا يعني تغيير كبير في الطالب، يعني حالته النفسيه الاسريه، طريقه تعامله معانا. في البدايه يكون منعزل، يصير منعزل عن طريقه، يحس انه هو والله وحيد، يحس انه هو منعزل عن المجتمع، يحس انه عنده مشكله كبيره مو قادر يحلها. ولكن بعد ما يدش معانا في ابي اتعلم نحاول نهيئ له الاجواء، نخليه يتكيف. اهم شيء عندنا التوازن والتكيف في جمعية أبي أتعلم. يحاول كثر ما يقدر أنه يتكيف مع مرضه، يحاول أنه ينقمش في المجتمع
ويكون طبعا في حاله ايجابيه نفسيه ايجابيه. بنركز على الحاله الايجابيه من خلال المتخصصين عندنا في المجال في علم النفس. بنحاول نشوف اذا هو كان انسان منعزل او خائف او عنده قلق من المستقبل، نحاول نقعد معه ونشرح له ونقول له ان هذا الامر ان شاء الله فتره مؤقته وراح ترجع مدرستك ان شاء الله. وبعد ما نخلص من العلاج نرد نتابعه ايضا معانا في عدد كبير من الطلبه. خلص العلاج واستمر معانا في جمعيه ابي اتعلم، لانه يحتاج فتره معينه من اللي هو ريكفري، يعني نحاول كثر ما نقدر ان نخليه انسان طبيعي منغمس في المجتمع من خلال طبعا تهيئه الاجواء له، ومن خلال يعني نحاول كثر ما نقدر ندعمه دعم ايجابي للدخول الى المدرسه والجانب الاكاديمي والغماسه مره ثانيه مع زملائه طبعا في مدارس دوله. جميل، علشان لا يحس بفتره العزل انها غيرت من حالته النفسيه والاجتماعيه. جميل جدا، وهذا اللي نتكلم فيه عن الطالب. المعلمين دكتور، يعني ان كيف يتعلم او كيف يتاقلم المعلم، وشنو راح تكون مهارات اللي يجب توفرها في معلم للعمل مع مثل هذه الفئه مثل ما تفضلت، اذا كان الاونلاين او الدراسه عن بعد ما كانت متوفره من قبل، بداتوا فيها قبل الجائحه، شنو لازم تكون مهارات هذا المعلم وكيف يتم انتقاء انه صالح لخوض مثل هذه التجربه؟ طبعا احنا في البدايه نسال المعلم، يعني قبل لا نقبل المعلم نساله عن خبراته، هل هو استخدم الاونلاين او لا، طريقه تواصله مع الطالب، طريقه الاستراتيجيات اللي يستخدمها في توصيل المعلومه للطالب. نحاول نقدر يعني نعرف ما هي الامكانيات لهذا المعلم، نقعد معه في البدايه ونعرف شنو هي امكانياته، وبعدها نعطيه دورات في زوم او في تيمز او في الادمودو، نحاول نعطيه بعض الدورات اللي نخليه ياخذ مهارات اللي هي التعليم عن بعد، شلون يقدر يشرح، شلون يقدر يتفاعل، شلون يكون معلم نشط في المنصات التعليميه. وايضا بنفس الوقت شلون يقدر يعرض الماده العلميه، عرض طبعا العرض مهم جدا، لان عاده الطالب الاونلاين ياخذ معلومات اكثر وايضا يشعر في الملل، لان عدد كبير من المعلومات قاعد ياخذها من في خلال نص ساعة أو ربع ساعة قاعد ياخذ معلومات كبيرة. فشلون احنا نقدر نعطيها بشكل جميل من خلال فيديو، من خلال تدريس معين، من خلال استراتيجيات موجودة في أرض الواقع، ممكن يعطونا التعلم في اللعب من خلال أيضا الأونلاين. فنحاول قدر ما نقدر نعطي المعلم دورات تدريبية في التدريس وأيضا في إشراك الطالب في منصات التعليم. شكرا جزيلا لك دكتور علي الأنصاري، مسؤول عن جودة التعليم في جمعية أبي أتعلم، خطوة رائعة، نتمنى الاستمرار والتوفيق والاستمرار في النجاح، شكرا جزيلا لك. سنعود مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة مها بروسلي، استشاري طب أطفال وعضو مؤسس لجمعية أبي أتعلم. يعني من هذا الكلام قعدنا نعرف الكثير عن هذه الجمعية، عن جهود الجمعية. طبعا أول شيء نبارك لكم في النجاحات هذه اللي تكللت، ومثل ما تفضلتي قبل شوي كان في طلبة تخرجوا عندكم من هذه الخصصة، وأيضا حصلتوا على شهادات تقديرية دولية في مجال الاستجابة الأكثر تفاعلية وأكثر فعالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد. إذا ممكن نتكلم عن هذا النجاح ايضا. طبعا احنا لما كنا اول ما بدينا نعمل حتى يعني لقينا مثل يعني الناس تتفاجئ لما صحيح احنا عندنا مستشفياتنا جدا يعني المتقدمه فيها كل الوسائل احنا نقدر نعالج الادويه كل شيء، بس لما فعلا هذه المعلومه ان في مدرسه بعد ان خدمات تقدم الى فئه هذه، يعني كانت جدا مثل شغلة يتفاجئون فيها ويسعدون فعلاً فيها. يعني صراحة حبيت بعد أزيد على دكتور علي، إحنا طبعا بالبداية ولا زلنا لما إحنا وصلنا الدكاترة يتطوعون للعمل معنا نعطيهم دورات أساس إن يعرفون شنو نوعية الأطفال اللي إحنا نتعاون معهم. طفل ممكن يكون يتقبل يوم، يمكن يوم ما راح يتقبل، يمكن يوم ياخذ اربع دروس مع بعض، يوم مثلا اسبوع ما عنده استعداد. فهم دائما لازم يفهمون شنو الجانب الطبي، الضغوطات اللي تعرض لها اللي تاثر على تحصيله. طبعا احنا كانت الفكره هذه جتنا وايد
من الدول المجاورة ان حابين ان يتعرفون على نفس الخطوات اللي احنا سويناها، وفي اوريدي يعني في دول اوريدي عندها مدارس داخل المستشفى بس مو بالطريقة اللي احنا مشينا فيها، لان احنا صراحة المجتمع ساندنا عشان نوصل. احنا مو بس مجرد افراد، احنا الناس الدكاترة اللي عند الدكاترة اللي بالتعليم اللي معانا مميزين وعندهم استعداد عشان ان هم يتحدون بهذه الفكره وانه يوصلونها بطريقه جدا رائعه مثل ما حضرتك شفتي معنا. يعطيكم الف عافيه. يعني اذا بنتكلم عن بدايه الفكره، تفضلتي قبل شوي قلتي ان 2016 2017 كانت يمكن بدايه الفكره، من ذاك الوقت لليوم 2020 شلون لاحظتي التطور والتقدم ومثل ما ذكرتي اذا تعاون المجتمع معكم لحد اليوم؟ طبعا البدايه كانت متواضعه بخمس اطفال، والان احنا طبعا الاطفال اللي معانا يعني يدخلون يطلعون من السيستم مالنا متى ما انهم رجعوا الى مدارسهم الطبيعيه، وقمنا بتخريج الاطفال اللي كانوا معانا كلهم ما شاء الله ما صلى على النبي كلهم امتياز. يعني رحله العلاج هذه كانت نوع من انواع التحدي. بدينا بدايات مجرد ان احنا رابطه داخل صندوق اعانه المرضى، واعطونا يعني اعطونا جميع التسهيلات، وقدمت لنا جمعيه النجاه المعلمين ان هم اللي يقومون بالتعليم، كان عندنا معلمين جدا مميزين، ودخل معنا جمعيه يعني كم كبير من الجهات الداعمه، وافتتح بدال الصف اثنين وطبعا من يومين كنا قابلنا الوزير وعطانا الدعم، وزير التربيه ووزير الصحه، طبعا حتى مدير المنطقه الله يجزيه الخير الدكتور احمد الشطي قال انا عجبتني الفكره وحاب ان احنا ان نمتد فيها. فاحنا طبعا الحمد لله ان احنا كان عندنا صفوفنا ولو انها مسكره مع جائحه كورونا، بس لازلنا على تواصل مع مرضانا عن طريق النت، بس نتمنى ان احنا نوصل حق عدد اكبر من الاطفال انهم يقدرون يكملون ونفتح في اماكن اخرى ان شاء الله. الحين اللي قاعد يسمع وما كان عنده فكره عن وجود مثل هذه المنظومه، شلون ممكن هو يتواصل معاكم؟ إذا بيستفسر عن شيء، إذا بيتأكد من شغلة في حال عودة دروس وصفوف المدرسية في المستشفيات. طبعا احنا عندنا بالسوشيال ميديا ممكن يتواصلوا معنا عن طريق هم الاسم اي ونت تو ليرن اي دبليو ال، موجودين على التويتر وموجودين على الانستغرام، وعندنا صفحه شغاله كل معلومات اللي يحب احد يعرفها مربوطه بهذه المنصات، واللي حاب انه هو انه يتبرع بجهوده معانا احنا بنرحب في اي احد. وعندنا يعني كم جميل من المعلمين اللي اوريدي معانا في هذا المشروع، ونرحب فيهم طبعا لان هذا اولادنا، ونتمنى انهم يمرون تخلص رحله علاجهم هم الله يمن عليهم بالشفاء، وانهم يكونون مواكبين بالتعليم لانهم اساسا ناس مكافحه طبعا، مو بس بالرحله العلاج وحتى بالتعليم. يعطيكم الف عافيه، فعلا الجهود مشكوره دكتوره. اذا ممكن نعطي نصيحه للناس اللي قد يكون يعني لنكون واقعين في بعض الامراض تصيب بعض الناس بنوع من التعب النفسي يصل الى يعني لا سمح الله الى الياس، فشلون ممكن نحن نشجع الناس اللي تعاني من هذه المشاعر؟ هذه خطوه يعني انا اعتبرها فعلا يعني تنتشل المريض من هذه الحاله النفسيه، غير مثل هذه الحالات الناس اللي تعاني مثل هذه المشاعر اللي نقدر نقول نوعا ما متعبة ومؤذية لهم حتى في العلاج، شلون ممكن احنا نوجه لهم نصيحة؟ بعد سنوات لما مريت قصص وايد، وكل مرة اشوف اللي كانوا مرضى يعني الحمد لله ناجحين بحياتهم ومكملين دراستهم، اللي متزوج واللي ماخذ ماجستير اللهم صل على النبي. اتذكر قصة لما بديت في البداية، لما قالت لي واحدة من الناس اللي حابة تشارك معنا بالبرنامج شلون انه برحلتها بالعلاج كان عندها مشكله في الدماغ، انه شلون ان الطرق كانت يعني مسدوده، وان هي يعني على النهايه وهي بالنهايه خلصت رحله علاج، كملت دراسه، تفوقت وخذت شهادات عليا يعني. فهذا يعني هذه مجرد ابتلاء بسيط، يعني عقبه صغيره في الطريق، ما لازم الواحد انه يبني عليها استنتاجات وانه يحط نهايه حق رحلته. الواحد لازم يفكر بكل يوم ويعمل كل يوم انه شلون راح يكون غد ماله احسن. هذه الاقدار بيد الله طبعا، مهما كان احنا 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 نحط ارقام بس الواقع بيد رب العالمين. نعم صح. فالتعليم
الشيء الوحيد الواحد اللي الوسيله الوحيده اللي ممكن تطلع الواحد من اي مشكله يمر فيها، انه يعرف انه هو يخطط للمستقبل، لان المستقبل بيد الله. فلازم ما يضيع وقته الشخص انه يعيش اليوم وانه يمر الحين الاحساسات والالام اللي يمر فيها، هذا شيء عارض. الاقدار بيدين رب العالمين، لو كانت بيصيرهم اي شيء راح يصير بالان وباللحظه هذه. فاحنا هذه مجرد عقبات هي المفروض ان تقوينا على اساس ان احنا نقدر نكمل رحله العلاج ونوصل، ويمكن هذه لولا هذا المرض ما راح نوصل اللي وصلنا. نعم، يمكن واحد ياخذ يتهاون بحياته، بس لما يحس ان هذا مجرد الشيء راح يعزز من مسيرتي، راح يقدر انه يكمل رحله علاجه ويكمل رحله تعليمه ويوصل يمكن اهداف ما كان يتخيلها. صحيح، ويضرب فيه المثل لمن يعاني من هذه المرحله اللي يكون قد هو مر فيها من قبل. طبعا التمسك في او تخطيط للمستقبل هو تمسك بالامل، مثل ما نقول بالكويت ترى ما في شيء بعيد على الله سبحانه. طبعا شكرا جزيلا لك دكتوره مها بورسلي، استشاري طب اطفال وعضو مؤسس لجمعيه ابي اتعلم، مشروع رائع. نتمنى لكم التوفيق، وفعلا نتمنى لكم الاستمرار، وان شاء الله نشوفكم في كل مستشفيات الكويت ونشوف التحسن النفسي أكثر مع الطلبة على الأسرة البيضاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لاستضافتكم. شكرا لكم.